عودة لكم مشاهدينا بالفقرة الثانية من مجتمع وناس. ضيفتي هي ليست بكاتبة متفرغة بل تعمل كمهندسة معمارية، لكن علوم الإزوتريك كونها تثقيف ذاتي عمادة الممارسة فقد فتحت في نفسها طاقة التعبير الكتابي، لأنها ساعدتها كما تقول على توضيح الرؤية الداخلية والخارجية، فجاء التعبير حصاد أحد النتاجات الأدبية. فاسمحوا لي رحب فيها، هي السيدة ندى شحادة معوض، باحثة في علوم باطن الإنسان الإزوتريك. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك معنا. فيك. يعني حضرتك موجودة معنا اليوم لنحكي عن كتابك اللي بعنوان سماء نغم ورد. نعم. قبل ما فوت تفاصيل بهالكتاب يعني اللي رائع جدا أنا قريت كتير فيه، وهو شكرا. كتاب لكل إنسان مزبوط. فينا يمكن بعلمنا أشياء بهيدي الحياة. صح. وبنرجع بنقول هي بباطن كل إنسان مزبوط. هو يتعلم، ولكن دفتني سماء نغم ورد، فخبريني كيف اخترتي هالعنوان. العنوان أول شيء بدي قبل ما بلش بدي بس أعطي فكرة سريعة عن، لأنه الكتاب هو ثالث كتاب لإلي ضمن سلسلة علوم الإزوتريك اللي هي علوم باطن الإنسان مثل ما تفضلتي. وأنا بشتغل مهندسة، وعلوم الإزوتريك هي شيء بعمله مع حياتي بحياتي كلها، لأنه هو طريقة حياة. لأنه علوم الإزوتريك بس للي ما بيعرف هي علوم حياتية تطبيقية بامتياز. الشيء اللي بتركز عليه انه تحسن حياة المرء. اي انسان، رجل امرأة باي عمر مش مهم. عن طريق انه هي ترفع الوعي، تساعده يرفع وعيه. في اليوم صار في 76 كتاب بالسوق، هدول نتاج لبناني ادبي للدكتور جوزيف مجدلاني، وفي عنا ويب سايت ezoteric-lebanon.org، وفي منتدى الازوتيريك. والكتب عم تترجم، صار فيها بست لغات من العربي، صار في بالانجليزي وبالفرنسي وبالاسباني وبالغاري وبالروسي، وقريبا عم يترجموا للالماني وللايطالي. سو نحن كلبنانيه مفروض نفخر بهذا الشيء. وطبعا اللي مؤسس هذا العلم واللي هو كاتب الكتب الاساسيه تبع كتب الازوتريك ونحن طلابه هو الدكتور جوزيف مجدلاني. بنوجه له تحيه وله الفضل دائما، انا بحب على طول اذكر لانه هو له الفضل الكبير. طبعا. هلا كتاب سما نغم ورد اجا نتيجه انا لما فت على الازوتريك، لانه على طول بنقول نحن علوم الازوتريك هي علوم والعمود الفقري تبعها هو التطبيق العملي. نعم. للمعرفه. فلما كنت انسال عن التطبيق العملي او نحن نسال ويجاوبونا باول عهدنا، صار في عندي مثل فكره كيف بقدر انا اوصل هذا الشيء اكثر للناس اللي بتحب تعرف. واجا هذا الكتاب. هلا سما نغم ورد هن اسامي ثلاث صبايا بطلات الكتاب، ولكن كل وحده منهم بترمز لشيء بالانسان، يعني للفكر والمشاعر والجسد. وكل وحده منهم عندها تجربتها الخاصه. باول الكتاب بنعطي مثل بعطي لمحه او اذا بدك سي في عن كل وحده، وفي عندهم اشياء مشتركه كصفات، واجتمعوا وبتشوفي كيف صاروا هن يتقدموا بحياتهم، لانه كان في عندهم مثل تلقين، لانه الكتاب هو تلقين ذاتي مثل ما تفضلتي بالاول وقلتي، وكيف عم يتقدموا بحسنوا بحياتهم. وهذا كل حدا يمكن فينا بيكون يا سما يا نغم يا نغم يا ورد. يعني هذا الشيء بيزعل الرجال يعني مش مشكلة. طبعا اكيد. اصلا هيدي حاله مثل ما حضرتك كمان ذكرتي، ولكن نحن يمكن اعطيتي الحصه ما كان في التفرقه، لانه ذكرتي علم الازوتريك هو ليس لا كرجل ولا امراه ولا شيء، هو لكل العالم. يعني كمان انا لفتني بالكتاب صفات المواليد، يعني حضرتك حكيت عنا بالكتاب، ففيك تشرحي لنا اياها هيك بشكل مختصر مثل ما شرحتيها بالكتاب؟ ايه. هلا سما هي البكر. نعم. ونغم هي الثانيه وورد هي الثالثه. نعم. وانا باول الكتاب عاطي من منطلق طبعا علوم الازوتريك صفات المواليد بحسب ترتيبهم بالعائله. نعم. هلا نحن كلنا بنعرف انه، ومن يومين في زميلي بالشغل كان عم بيقول لي لكن هذا شو كاتبين، انه عاملين مثل احصاء اذا بدك او دراسه، ومبين انه 40% من رؤساء الولايات المتحده كانوا فيرست بورن، يعني كانوا البكر. نعم. بعائلتهم. فعم بيقول لي شو هيدي انه مضبوطه شكلها. هلا قلت له مش قصة مضبوطه، يعني من منطلق علوم الازوتيريك البكر او اللي بنسميه نحن بالعلم الشعاع الاول. نعم. عنده صفات الإرادة والاتكال على النفس. هلا في عنده صفات إيجابية وصفات سلبية طبعا،
وهيدي اقوى شيء فيه الاراده والاتكال على النفس الاول. وصفاته السلبيه الغرور وحب التشاوف. هلا الثاني صفاته الايجابيه المحبه، لانه بحب كل العالم، بس المشكله بمحبته انه هو امرار او معظم الاحيان تكون لاواعيه، بس كتير محب وبيساعد ويعني دغري بيهجم ليساعد. وصفاته السلبيه للثاني العناد، اكثر شيء بارزه. مش معناته انه الاول ما عنده عناد او ثالث، كله كله عنده الصفات البارزه الاساسيه جدا جدا. نعم. الثالث عنده فكر ثاقب جدا وذكاء كتير قوي. نعم. ولكن مش الصفات السلبيه للثالث انه على طول فكر حاله انه بيعرف كل شيء وبحب الاستعراضات. نعم. الرابع كتير مهضوم، مرح وبيحبوا العالم، وعنده الشيء اللي بيتميز فيه عن كل المواليد التانيين انه عنده كتير حس فني وقدره على الابداع. نعم. السريع. ولكن سلبياته كمان انه هو متقلب المزاج وما بحب شيء، ما بحب يلتزم بشيء، يعني على طول فوضى. جي كيف تشوف الفنانين على طول مكركبين وفوضويه، بيكونوا في عندهم الرابع عنده هالمواصفات. نعم. هلا الخامس والسادس والسابع الى اخره مذكور بالكتاب. هلا هول هن الاربعه الاساسيه، بيصير الرابع الخامس انعكاس للثالث، مثل كانه الرابع هو المرايه، هو الصوره للكل. الخامس انعكاس للثالث، والسادس للثاني، والسابع للاول. ولكن الصفات بتصير السلبية أشد بروزاً وأشد ترسخاً بالنفس، وبصير صعب أكثر أنه يشيل الواحد. نعم. وأيضاً كمان بالكتاب يعني عم تحكي عن موضوع النظام والتنظيم. وهذا الموضوع كلنا بنعرفه، ما بنختلف عليه أبداً قدي أهميته يعني بهيدي الحياة. فشو الجديد اللي بقدم الكتاب عن هيدا الموضوع؟ طبعاً هو الكتاب عم يطرح 9 مواضيع، هيدا أولها وهذا أهمها مثل ما تفضلتي. النظام والتنظيم هن بالفعل عماد اي شخص اذا بده يتقدم بالحياه، اذا ما كان منظم وما كان عم بيلتزم محط نظام وما انتظم فيه واشتغل عليه ما بيقدر انه هو يمشي. ليه؟ لانه الفوضى، بسبب الفوضى اللي بدها تعمل الحياه. مشكلتنا نحن هي الفوضى، والفوضى مش بس بالامور الماديه او اغراضنا او يمكن كيف بنرتب الفايلات على الكمبيوتر او بالبيت او بتيابنا او باغراضنا الخاصه او حتى بالالتزام بالمواعيد مع العالم، هي كلها لانه كل شيء برا هو انعكاس لجوا. صح. نحن لما عم نحكي من منطلق علوم الاسوتريك ما عم نقول انه واحد يعمل تو دو ليست او شو او لاحق شو بده يعمل، وانه يمكن يمشي على لانه هيدي في كتب كثير مانجمنت، هيدي منك بحاجه لعلوم. صح. باطن لحتى تعرفيها، وفيها كثير كومن سنس. بس الشيء اللي عم بقدمه كتاب سما نغم وارد من منطلق علوم الاسوتريك انه النظام اللي هو بده يطلع الجماليه من الداخل من الباطن. نحن بدنا نرتب افكارنا، لانه لما بنرتب فكرنا وتكون مشاعرنا بحاله هدوء ومنرتب مننظمها، كل شيء بيطلع من برا منظم، وبنقدر نحن ننقل هالجماليه اللي هي كباطن ننقلها لبرا. بيطلع التنظيم هو حاله حتى عم بتعبر عن الجماليه تبع الانسان من جوا. صح. وبتصير هي نظام مثل ما الكل بيعرفه. بس اللي بعيد كتير عن هالموضوع بده يتعلم يبلش يرتب قبل ما ينظم، بده يتعلم يلتزم بالمواعيد، يحترم وقت الآخرين، ويحط يبلش شوي شوي. وكل تجربة بيمرق فيها بالحياة، أهم شيء أنه كل شيء بيمرق فيه بالحياة نستخلص منه العبرة، لأنه إذا ما استخلصنا منه العبرة ما كان نعملنا شيء حنرجع نوقع بنفس المشكلة. هو عبارة عن دائرة مفتوح لم تغلق، دائرة التجربة. نعم. وهيدي بتتكدس بالفكر. صح. منصير كل ما نحن بدنا نعمل شغلة بدنا نطبقها، بدنا نفوت بمشروع جديد، بدنا نجرب ننظمه، بتشوف إنه ممكن نحط نظام نلتزم فيه ممكن 4-5 أيام نرجع نفشل. صح. ليه؟ لأنه نحن في نحن عم نفعل هالمشروع الجديد على قاعدة التراكمية، مش على قاعدة الشيء اللي اخذنا منه الخلاصة. فنتعلم ناخذ الخلاصة من كل تجربة بتمرق فينا لحتى نرتب فكرنا. نعم. وبس منظمة. الواحد مثل ما حضرتك ذكرت نرتب فكرنا، فمثل اللي اختصرنا كتير طريق لما نرجع من اول جديد عم ننظم وننتبه ونعمل، لا نكون عم مشينا للجدة بهيدا الحياة. نعم. وكمان ايضا اشرت لموضوع العاطفة، يعني وانا دايما ضل قلك وما في اهم من العاطفة، يعني كل شيء عم تذكريه هو شيء مهم بحياتنا. صحيح. فشو دور العاطفة بسما نغم وارد؟ العاطفة مثل ما عم بيقدمها الكتاب ل ل ل لسما نغم ورد ولا لثلاث صبايا مش بس لثلاث صبايا طبعا، للكل لكل الناس.
العاطفة هي رقة المعاملة، هي انت لما بتطلعي على شخص بتقولي في عنده دفى، صح، في عنده دفى، بتحسي هذا الشيء بالهيئة الأثرية كأنه عم يوصل لك باطنيا او لا شعوريا مني. بس نحن لما بنحكي ما بدنا نحكي عن العاطفة كمحبة لواعية، لأنه في ناس كتير احنا بنقول لك انه اذا بدك تساعدي شخص بيقولوا انه اذا بدك تساعد ما تعطي سمكه علمه يتصيد، لانك بتكون عم تعلمه الاتكال على النفس، تكون عم تعلمه يتحمل مسؤوليه. فالعاطفه اهم شيء تكون واعي وفايت فيها فكر ونساعد الاخرين، مش انه نحن نخليهم يتكلوا علينا، لانه نحن بنكون عم نضرهم اكثر ما بنكون عم نفيدهم. طبعا هيدي شغله كثير مهمه بالنسبه لحتى العاطفه. واحد حدا يفكر انه مثلا المراه تتمتع بعاطفه اكثر من الرجل او العاطفه مش مهمه، لانه في كثير ناس بيقول لك العاطفه هي ضعف. لا، صح. العاطفه الفكر مهما كان قوي ما بيقدر يتوغل بابعاد جديده اذا ما فوت العاطفه بالشبكه تبع شبكه الفكر. لما بيلتقي طبعا بيلتقوا الافكار مع بعضهم او لما بده يبحث بموضوع عميق، اذا ما كان في عاطفه ما بيقدر يفوت للعمق. صح. الفكر يعني مثل ما دائما انا شخصيا بحكي وبفكر انه بكل شيء بهيدي الحياه كل شيء بيزيد عن حد وبينقص، يعني صح. الواحد ما يوصل لمرحله بالعاطفه يعني لابعد حدود، لانه بالنهايه كمان بده يعمل توازن، بيكون عم نكون عم نقصر او عم نضر الشخص الاخر نحن بنفسنا نحن عم نفيده، فكل شيء بيزيد عن حد وبينقص. ولكن العاطفه هي شيء ما فينا نتغلى عنها بحياتنا، بالنهايه نحن انسان يعني ابدا عندنا هيدا الشيء بروحنا. نعم كمان بعلوم الإزوتريك بشكل عام يعني بنعرف انه بتشتغل على تطوير ملكة الذكاء. ايه. يعني شو بيقول كتاب سما ورد نغم ورد عن بهيدا الصدد؟ شوفي اهم شيء الذكاء، مش الذكاء التحايلي، لانه بيقول الإزوتريك انه مشكلة الذكاء انه يدخل من دون نقاء الى النفس. نعم. فنحن اذا بدنا نقيس الذكاء ما بدنا نقيسه قديش الشخص ناجح بحياته او قديش عمل مصاري او قديش عنده شهرة، بدنا نقيس قديش عنده نقاء. مش نحن نقيس الاخر، نحن بنقول نقيس كل واحد يقيس حاله. يعني اذا بدنا قديش عندي ذكاء، قديش عندي نقاء، قديش عندي ذكاء. والنقاء ليتحقق على طول حتى بكتاب تعرف الى الحب. نعم. اللي هو كتبه المعلم دكتور جوزيف مجدليني، بيذكر انه الذكاء والحب هن مثل كانه شخص شغله واحده. فالشيء اللي ما بيعرفوه الناس انه اذا بدهم يشتغلوا على الحب هن عم يشتغلوا على الذكاء، بس على الحب اللي هو الواعي. نعم. ليه؟ لانه الحب بيعمل هذا النقاء الداخلي. النقاء اللي هو بيزرع بذره الذكاء النظيف. نحن لما بنحكي ذكاء في عندنا كتاب كمان بسلسله علوم الإزوتريك عنوانه تعرف الى ذكائك، بيشرح لك في مستويات من الذكاء، ذكاء بشري، ذكاء انساني الى اخره. نحن الذكاء اللي بدنا اياه مش ذكاء التحايل، لانه اللي بيهرب مثلا من المسؤوليه بحنكه بيتهرب من المسؤوليه، هو اللي بيعمل حال من الذكاء، ولكن هو مثل شيء عم نتخبى وراء، مثل بقول عم تخبى واحد وراء اصبعه، عم تخبى وراء انا ذكي، ولكن هيدا نوع من هيدا ليس نوع من الذكاء. واللي بيفكر اللي بيعمل هيك فكر حاله ذكي خليه يعرف انه هو لا، بالعكس هو عم بيضر، لانه عم بفوت سلبيات اكثر على نفسه. صح. لما بيعطي اعذار ببرر مبرره بس المنطق تبعها محكم. نعم. يعني ما حدا في يخرق المنطق تبعه لانه عم يستعمل ذكائه حتى لي يبرر اخطائه او يبرر ليش غلط. هيدي بيكون عم ليش بيقول لك الشخص اللي بيقول إزوتريك الشخص الذكي والنظيف هو كالماسه السوداء، هذا شخص نادر. لانه كل ما قوي الفكر عند الانسان كل ما بذره النقاء سوري عم تتزعزع. فنحن اذا بدنا نقوي الفكر لنقوي الذكاء بدنا نكون عندنا بيس قويه من النقاء الداخلي، لانه الشخص اللي بصير فكره كثير قوي بصير يستسخف الاخرين، بصير يفكر، بصير الايجو تبعه بتنفش، وبالتالي عم بيضر بحاله وعم بيصير يستعمل ذكاء للاخرين ببعض من المراحل. يعني كمان بالكتاب عن اناقه التعبير والتواضع حكيت عنها بفصل واحد، يعني هذا الشيء كان ملفت انه كيف جمعتيهم بفصل واحد، اناقه التعبير والتواضع. نعم. وشو علاقتهم ببعض؟ صح. في أناقة التعبير هذا موضوع كتير أنا كنت حب مبسوطة أنا عم بكتبه. نعم. لأنه الحكي والتعبير هو فن. صح. الفن كيف بدك توصلي فكرتك للآخر، الفن كيف توصلي لقلبه،
كيف توصلي لفكره، كيف توصلي فكرتك، ليس بفرض الرأي ولا بقوة الإقناع، بس تخليه هو يقتنع، لأنه عم تعطيه. أنا لما بكون مجربة شغلة ومقتنعة فيها ومؤمن فيها لأنه جربتها، اختبرتها، لمستها، وجاي عم خبرك عنها، بكون أنا عم بغلي بالتفاعل لأنه استفدت منها. صح. عم بغلي بالتفاعل، عم بنقول لك إياها. طريقة التعبير تبعيتي لازم تكون تعكس علي بشكل إيجابي، رح توصلك، رح توصلك، لأنه أنا عم بحكي بصدق. صح. عم بحكي بتفاعل. والإنسان كتير لازم ينتبه، أول شيء إذا بده يشتغل على أناقة التعبير. نعم. انه يكون مختصر الحديث، الحديث تبعه له فيه بلاغه، لانه اللي بيمط خصوصا اللي بكرر، مثل اللي بيعطيكي مثل وبرجع بعيد وبرجع بعيد. صح. مثل كانه مثل كانه هو غير مقتنع بالشيء اللي عم بيقول، او عم بيحاول انه يلاقي الكلام لحتى يقنعك، ولكن بالأناقة التعبير هو عم بخبرك القصه بطريقه كثير بسيطه وتوصل لعقلبك، عقلبك ولداخلك ولكيانك ولفكرك، هذا اهم. نعم. شيء. وما نحن لما بدنا نتكلم مع الاخرين، اذا عم نتكلم مع، يعني نعرف نحن نوزن الحكي تبعنا. صح. اذا عم نحكي مثلا مع الشخص اللي عم يشرب لنا قهوه او مع المدير طبعاً. نعرف كيف نوزن الحكي، مش التلون في التعاطي، التلون في التعاطي طريقه المعامل للاشخاص، يعني كل واحد حسب، يعني احكي لحتى اللي انفهم، مش احكي لبين انا انه انا ذكيه. صح. ولا احكي لحتى يبين الانا تبعيتي انه انا قديش بفهم، بينما احكي، لانه هذا كله هذا بضر بصاحبه. صح. وهذا بعيد كل البعد عن اناقه التعبير. نعم. منتبه شغله انه لوم الاخر كمان، الملامه او الانتقاد او هالشغلات، ما بعيده كليا عن اناقه التعبير. اناقه التعبير يعني دفى، يعني كلمه حلوه، يعني بسمه. يعني لما احنا لما نقول صباح الخير لحدا ومكشرين، هيدي سلبيه. صح مزبوط. هلا لما انا عم بحكي من دون ما ابرز او لحتى بس وصل فكرتي، شو بكون انا؟ بكون عم فاعل التواضع جواتي، وهيدي بالنهايه بعنوان العريض اناقه التعبير، يعني بشكل ببعضهم. نعم. كمان هيدا موضوع انا ما بختلف معك عليه ابدا، هي الثقه بالنفس. يعني انا برايي الثقه بالنفس باي عمل باي عمر بشو ما كنا بالحياه عم نعمل، ما في ثقه في قشطة كثير كبيره بهيدي الحياه. الثقه بتعطينا قوه، بتعطينا اندفاع، وبتعطينا كل شيء، وهذا الشيء انا لمسته بالكتاب. وبتشرحيها كمان وبتحكي عن اهميتها بشكل عام. مزبوط. فخبرينا هيك شو اهميتها. شوفي بالكتاب في سؤال كتير بحبه، سألته نغم للمرشد اللي كانت عم تدرسه، قالت لأنه أنا عندي ثقة بنفسي، خصوصا لما بنجح بعمل بتقوى ثقتي بنفسي، بس أنا كيف بدي حافظ على ثقتي بنفسي لما بفشل؟ صح. لأنه إحنا لما نفشل بتزعزع ثقتنا بنفسنا. صح. والشغلة اللي كلنا لازم ننتبه لها، أنه نحن لما بننجح كلياتنا، ما في إنسان إلا ما عنده صفات كثير قويه بشخصيته، هاي اللي لازم ينتبه لها ويقويها، يركز عليها، بحيث يكون عنده اياها، حتى يشتغل كمان على النقاط الضعيفه. نعم. يعني مش بس بدنا نركز على النقاط القويه او النقاط الايجابيه طبعا، بس بدنا نركز عليها لحتى نشتغل على النقاط الضعيفه او النقاط السلبيه فينا. لما ننجح بعمل نحن، هالنشوه اللي بنحس فيها نتيجه الاطراء اللي بيجينا، او نتيجه الكلام الحلو اللي بنسمعه، الدعم الكلامي او الدعم المعنوي او اللي كان، هالشعور شو بيعمل فينا؟ بيعزز فينا، هو مش عم بيعزز فينا الثقه. هيدي غلطه، لانه الناس هي اللي بتخلي الشخص لما يفشل تقل ثقته بنفسه. الشخص الواعي، الكلام والمديح هيدا ما بيأثر فيه، بيضل برا، ما بيخرق لجوا، لانه اذا خرقوا بيكون عم بيقوي الايجو فينا. بينما هو نحن شو لازم نعمل؟ اذا بدنا نقوى ثقتنا بالحالتين، بالفشل او بالنجاح، لازم اي تجربه بنخوضها سواء نجحنا فيها او فشلنا فيها، نبحث كيف بدنا نتجدد فيها ثاني مره. صح. ونبحث نحن شخصيا عن النواقص، ما ننطر حدا يقول لنا شو اللي كان ناقص فيها، حتى لو كانت ناجحه تماما. صح. ونحن ناخذ هالتجربه ونتوسع فيها، نتوسع وعيا فيها، لحتى لما نفوت على تجربه جديده بالحياه او على بروجكت جديد بدنا نعمله، نكون فايتين بزخم. نعم. بهالبجاج اللي اخذناه. ساعتها نحن ما في شيء بيعزز لنا، بيزعزع لنا ثقتنا بنفسنا، بل نحن عم نعززها. صح. نتيجه انه نحن على طول عم نفتش على اتقان العمل. نعم. وهذا الشيء اللي هو
كتير ضروري ننتبه له. صح اكيد، يعني واحد قد ما كان عنده ثقه بموضوع جديد لازم ما يقول وصلت له وخلص، دائما يكون عنده تجدد. صح. ودائما هالثقه تعطيه دعم لينجح باشياء كثيره بحياته. كمان الطموح، يعني احنا عم نذكر اشياء اي شخص عم بتابعنا هلا، ان كان طالب جامعه ولا ان كانت سيده ولا ان كان شخص عنده مزبوط. حتى عنده بوزيشن كثير كبيره بهيدي الحياه، طموح ما له عمر. فكمان شو دور الطموح بسما نغم ورد؟ الطموح، اهميه الطموح رح اعطيك اياها بسرعه وببلاغه. نعم. جدا اهميه الطموح انه هو يعزز. نعم. تحدي بالنفس لحتى للنفس تتخطى حالها وتعمل شيء هي ما كانت قادره تعمله بوضع الحالي. نعم. يعني نحن اذا بدنا نقوي الطموح فينا بدنا نشيل من قاموسنا ما بقدر، لا اقدر ولا استطيع او يمكن وبشوف شو بقدر اعمل. صح. انا اللي بدي اعمله بدي اعمله، بس المهم كتير انه طموحي يكون منطلق من قاعده ثابته. نعم. انا اعرف واقع حالي انا وين، وحط هدف ويكون عندي مخطط اوصل من الواقع تبعي للهدف. يعني انا ما فيني كون معاشي مثلا محدود واحلم، او كون عندي طموح عمر قصر. صح. انا عم بعطي المثل مع انه مادي. نعم. بس هيدا بيخطر على بال الشباب كتير انه انا بدي اجيب سياره من نوع اي نوع اي نوع كان من نوع فخر. صح. طب انت مش كتير منيح، كتير الواحد حلو مش مشكل. صح. هيدا شيء ايجابي انه الواحد يكون طموح، حتى لو كان طموح بالاول بعمر معين، لو كان طموح مادي ما بيأثر، بس لازم نركز طموحنا انه نحن نفهم حالنا، نوسع وعينا، لانه نحن اي انسان لما بيوسع وعيه من جوا كل شيء من برا بيجي تحصيل حاصل وتلقائي ونتيجه الداخل وبصير هين. نعم. يعني اذا انا بدي اعلي مدخولي، يعني انا بدي اعلي رتبتي بالشغل. صح. اذا بدي انا اترقى بالشغل هذا بده يتطلب مني اشتغل على شخصيتي. صح. واشتغل على اشياء ناقصتني بالحياه كتجربه او ككاركتر او كهيدا، معناتها نحن بدنا نرجع لجوا. صح. لحتى لا نقدر نحقق برا. وهذا الإزوتريك وعلم الباطن اللي جواتنا كمان. يعني نحن حكينا عن الثقة بالنفس وحكينا عن الطموح، يعني كلهم هول بيقولوا مثل كاتيجوري واحدة، هدول بمحل مكان واحد. وأيضا كمان بنشوف أشخاص كثيرة بهيدي الحياة عندهم الإرادة العملية، بالنسبة لهم في عندهم بعض الأشخاص بنلاقي إرادتهم كثير كبيرة وقوية بهيدا المجال، ولكن والإرادة هي أهم شيء بهيدي الحياة. أكيد. وبعض الأشخاص بنلاحظهم إنه عندهم إرادة ضعيفة. ف يعني شوف هالفرق بين هالاشخاص، اراده ضعيفه بامور اخرى يعني بفاجئوك. يعني مزبوط. انت مرات بتقولي له انت يعني وين ارادتك، انت ارادتك كثير كبيره، ليش ضعيف بهيدي المرحله؟ فكيف فينا نقوي الاراده تطبيقيا بحياتنا العمليه يعني ككل يوم يعني؟ هلا مثل ما قلتي، اذا ما كان عندنا اراده كله اللي مرق هذا ما بينعمل. صح. الاراده شغله كثير اساسيه، وهي اصلا بتراتبيه التكوين الانساني هي اعلى مرتبه. نعم. طبعا قبل الروح. نعم. بالانسان الاراده بتشوفي مثل ما قلتي انت ناس ارادتهم قويه بمطارح معينه، وهيدي المطارح اللي بيكون هن عندهم قوه فيها او يبرعون فيها، وإرادتهم ضعيفة بمطارح تانية اللي هي ما بيعرفوا فيها أو بيجهلوها أو أنه ضعف معين تجاهها. نعم. فشو لازم نعمل؟ نحن بكل بساطة اللي بده يقوي إرادته، أول شيء بده يكون عارفين حاله وفهمين هالهدف من هذا الموضوع. نعم. يعني إذا أخذت موضوع الرجيم، يعني اللي هو موضوع كتير متعرض وشو اسمه. نعم. متعرض له كل العالم، بس لحم بعطي مثل بس حتى أقرب الفكرة. نحن يعني بشكل سريع، لأنه للأسف يعني في إشياء كتير بنغطيها بالكتاب، ولكن وقتنا صار هيك، فبشكل سريع هيك لحتى توصل الفكرة. الإرادة الداخلية. نعم. لازم تلتقي مع الإرادة الخارجية. نعم. يعني أنا أعرف حالي هذا الموضوع شو بدي منه، ويكون واضح الهدف من هذا الموضوع. ساعتها الإرادة تبعي أنا وقودها هو إني شوف الهدف قدامي. صح. هذا اللي بقوي أكثر شيء. هذا أهم شيء. هذا أهم. نعم. شيء. هذا بسرعة. هذا سريعة، وهذا من واقع الحياة ومن الأشياء العملية اللي بتصير معنا كل يوم. صح. أنا بدي أشكر حضورك معنا، بدي أقولك مبروك. شكرا. على إصدار الكتاب. شكرا. يعني رائع، وفي مثل ما قلنا يعني كلنا فينا نكون سما نغم ورد. يعني هذا الكتاب
بيعلمنا دروس كل يوم بحياتنا. بدي اشكر حضورك معنا. ميرسي كثير لكم، يعطيكم الف عافيه. بس ميرسي. انا كلمه اخيره، اي نعم. شخص بحب يعرف نعم. اكثر فيه يروح، على مركز الاسوتريك بالحزميه، بيعرف العنوان على الويب سايت تبعنا. نعم. هناك في محاضرات مجانيه، او بيقدر يتصل على رقم التليفون 01683462، او نعم. بيقدر يحكيني انا شخصيا على 71732973. نعم، نحن بدنا نشكر حضورك معنا، اهلا وسهلا. مشاهدينا، نحن لهون بتنتهي حلقتنا لليوم، لاقوني بكره بنفس الموعد، الى اللقاء.